انا مش هطول عليكم، انا عارف انتوا تعبانين. انا اسالكم سؤال واحد بس وبعدين هسيبكم ترتاحوا. مين فيكم سال نفسه يا ترى الناس اللي بنحاربها دي ممكن تبقى على حق واحنا اللي على باطل؟ ممكن يكونوا بينفذوا كلام ربنا واحنا المفروض نمشي وراهم مش نحاربهم؟ حد سال نفسه؟ على فكره اللي ما بيسالش ده اللي مش طبيعي، لان انا سالت نفسي نفس الاسئله بالظبط. على فكره السؤال مش جريمه، الهروب منه هو اللي جريمه. جريمه ممكن توديك في 60 داهيه من غير ما تحس. انا بقى اقول لكم على الاجابه اللي وصلت لها. ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال ايه كمان؟ ان الله لا يحب المعتدين. يعني الناس دي ما كانتش قاعده في مكانها واحنا اللي جينا حاربناهم واذيناهم. الناس دي اللي حاربت اهلك، حاربت اخواتك، واعتدت على ارضك واحنا جينا هنا عشان نجيب حقهم. على فكره مش عيب ان انت تسال، بس لازم تحط جواك ان انت على حق، وان انت هنا عشان خاطر ربنا وعشان خاطر اهلك وعشان خاطر بلدك وبس، مش عشان حاجه تانيه. لكن الناس التانيه دي هنا عشان يرضوا اسيادهم وبس، لا يهمهم دين ربنا ولا يهمهم ربنا. رجاله رجاله يا فندم. وحوش وحوش يا فندم. دور الطابور. تمام يا فندم. كتيبه انتبه.